يعني شيء مبالغ فيه. لا خالص، بالعكس، انت قلتي عكس تماما. المبالغ فيه ده اللي هو صيغة المبالغة، اللي هو حاجة اوفر، تمام. لكن علم البلاغة معناها علم حسن التعبير. ازاي يعني؟ ايه الفرق؟ مش انا مدرس لغة عربية؟ أي طب ليه انا مش شاعر؟ ليه انا مش مش دراسة، اديب؟ نعم، ما درستش التخصص ده هو ايه التخصص؟ هو اللي هو كل بتاع الشعراء الشعر. كان، هو كل الشعراء كانوا مدرسين؟ ده مش حقيقي. لا احمد شوقي ما كانش مدرس، البارودي ما كانش مدرس، العقاد ما كانش مدرس. يعني اذا الموضوع ملوش دعوة بالتخصص، يعني دي مش حاجة تتخصص يتخصص فيها الانسان، دي موهبة. طيب، علم البيان، علم البلاغة، هو علم حسن التعبير، يعني ازاي توصل المعنى للي قدامك بطريقة حلوة جدا لدرجة انك تسمعها وتقول الله على الجمال. احنا ليه يا اولاد لما بنقرأ القرآن بنقعد نقول الله، هو ربنا، بص ربنا قال المعنى ده بطريقة جميلة جدا. هو ده علم البلاغة، هو ده العلم بتاع حسن التعبير عن الشيء. ده بيظهر معاكوا في ايه؟ لما انت في كتير من الاحيان بتتعرض لمواقف وما بتبقاش عارف تعبر في المواقف دي عن اللي انت حاسه. بتتعرض للموقف ده كم مرة يا مروان؟ كتير يا مستر. لكن لما بيجي موقف انت بتعبر عنه بالطريقة الصحيحة المؤدبة المحترمة اللي توصل المعنى وفي نفس الوقت تجيب لك حقك، اتعرضت للموقف ده كام مرة؟ يعني مش كتير، مرتين كده. بس في المرتين دول يا مروان انت يطلق عليك شخص بليغ في هذه الحالة او في الحالتين دول، اللي هو انت كده انسان بليغ، كنت بليغ في موقفين لكن مش دايما. طب ليه انت اطلقنا عليك كلمة بليغ؟ لان انت عرفت تعبر باسلوب كويس عن اللي انت حاسه. وانت ايه كام موقف انت بتتعرضي له وما بتبقيش عارفة تعبري عن اللي جواك؟ لا ياما بصراحة ما بعرفش أعبر. طيب، في كام موقف انت عبرتي عنه بطريقة مؤدبة وذوق ووصلتي المعنى وخدتي حقك؟ لا كتير. لا أنا كتير. يبقى انت بطبعك انسانة بليغة، يعني عندك القدرة على حسن التعبير. هو ده معنى علم البلاغة، ازاي تكون بليغ في كلامك، ازاي كلامك يوصل بمعاني قريبة. انتوا عارفين ان المدرسين الشاطرين اللي بيعرفوا يوصلوا المعنى هم دول اللي بيطلق عليهم انسان بليغ. ليه؟ لان مثلا في واحد بيحب يفهم المعاني او بيفهم الجمل عن طريق الامثله، فانا ادي لك امثله وتشبيهات، يبقى انت كده، انا كده، انت كده انسان بليغ لان اديتني تشبيه. في واحد لا، يحب يبقى ساركاستك شويه، ان هو يدي لك ايه معاني كده وانت تفهمها بدماغك بطريقتك، تمام، ده يبقى بليغ برضه. في واحد تاني يحب يسمعها بطريقه موسيقيه، فده برضه بليغ. في واحد تاني يحب يستخدم اساليب معلومات مباشره، ده بليغ برضه. في واحد تاني لا، يحطها لك في تعجب، في استفهام، في نظرات، في اسلوب، في الكلام ده كله، ده برضه انسان بليغ. لكن الشاعر او الاديب يجب ان يجتمع عنده كل هذه المهارات كلها مرة واحدة ويختار شيء يتخصص فيه، تمام؟ ده كده باختصار معنى مفهوم البلاغة، لأن البلاغة مفهوم أكبر من كده بكتير، أنا بس بحاول أبسطه لك. فهمت يعني إيه بلاغة يا مروان؟ أيوة، يعني إيه بقى بلاغة؟ قول لي يعني إيه بلاغة؟ يعني زي ما حضرتك قلت، ما أنا مش بحفظ. انا مش عايزك تحفظ، انا عايز اكتفاء. قول لي انت تقدر انت تطلق على انسان انه انسان بليغ. إنه يعرف يعبر عن المشاعر اللي هو حاسسها. بالظبط كده، بطريقه سليمه وبدون اخطاء، هو دي البلاغه باختصار شديد.
إلسا، كيف تقدري تقولي لي يعني إيه بلاغة؟ علم حسن التعبير؟ قصد التعبير، يعني أنت كده فهمتي الفكرة عاملة إزاي؟ اه لأن أنت قلتي الكلمة اللي أنا كتبتها، لكن هل أنت عندك وجهة نظر تانية خاصة بمفهوم علم البلاغة؟ لا، ان هو يكون عنده حسن تعبير ولباق في الكلام. لباقة، برافو عليك. في بقى شوية شروط تانية عشان أقدر أقول على إنسان إن الإنسان ده إنسان بليغ، زي ما أنت قالت كده اللباقة. تفتكر يا أحمد إيه الصفات التانية اللي محتاج الإنسان تكون موجودة فيه عشان أقدر أقول عليه إنسان بليغ؟ قلنا هي طب اغششك، حاول اجيب واحدة ما بيعرف ايه اللي يتكلم، مكتوب ده؟ ها؟ بيعرف يتكلم ايوه، شفت اللي انا كاتبه؟ ايه فصيح. تمام صح، يعرف يتكلم. لا استنى، يعرف يتكلم دي اللي هو حسن البيان البيان. ده انت اللي حسن البيان. كلمة فصيح، يعني إيه فصيح؟ يعني عنده كلمات كتير جدا باللغة العربية تساعده المعنى بطريقة حلوة أوي، تخلي اللي قدامه يقول الله، ده الراجل ده بيتكلم كلام كويس. أوكي، اللباقة هي الأدب، مستر الصوت بيقطع. هي أسلوب الكلام، طريقة أسلوب الكلام. الصوت بيقطع يا مستر. مستر خرج. هو أصلا إيه حكاية النت عندك؟ الو، سوري يا ولاد، لا عادي يا مستر، ولا يهمك. يلا قولي لي يا إلسا، هل في شرط تاني من الشروط اللي الانسان محتاجها عشان نقدر نقول عليه عنده بلاغه؟ لباقة وفصيح وحسن البيان وحاجة رابعة. يعني لا مش قادرة أجمع. ايه رايك يا مروان؟ مش عارف الصراحة. طيب، يبقى لا علم النحو والصرف. لازم يكون الإنسان اللي هيكون بليغ يكون على علم كبير جدا بعلم النحو والصرف، هو ايه يعني هو ما ينفعش. اللي هي كلمة الصرف دي؟ أقول لك يا مروان، أنت تصريف يعني؟ المفروض تاخد إيه؟ تصريف يعني تصريف في الجمل؟ لا، تصريف الكلمة. طيب، علم النحو احنا عارفينه صح؟ ايوه اللي هو مثلا يعني ما ينفعش يخلي لي الفاعل منصوب مثلا، يقول تمام. لك مثلا ايه، بنى المصريون الاهرامات، ما ينفعش يقول لي بنى المصريين الاهرامات صح؟ طيب، ايه بقى علم الصرف؟ او يعني ايه كلمة علم الصرف؟ علم الصرف هو علم المشتقات. ايه يا عم الكلام ده، واحنا ناقصين اصلا، واحنا كنا فهمنا الصرف عشان تقول لي المشتقات. اقول لك طيب، اختار فعل يا احمد، اي فعل
يلعب. إلسا، تقدري تطلعي لي من الكلمة دي كام كلمة؟ يلعب واحدة أقول أنا واحدة منهم؟ لعب إيه؟ لا مش عايز أفعال، عايز أسماء. لا مش عارف أنا أطلع واحدة، لاعب. لعيب تقدر تجيب لعيب لعبان ايه؟ مفيش حاجة اسمها لعيب في اللغة العربية، هي لاعب. ها؟ ها؟ في أي لاعبين حاجة تانية؟ إيه؟ لاعبين لاعبين طب ما أنت بتجمعيها، لا أنا عايز كلمة تانية مختلفة. طب أقول أنا ملعب. مين؟ ملعب. هو هي دي يا مستر اللي هي شبه زي اللي هو طلع على كلمة، على وزن كلمة كذا. مش على وزن ولا حاجة، مش لازم وزن. أنا بطلع كلمات من الفعل اللي عندي، بشتق منه كلمات. في حد يقدر يطلع لي كلمة تانية؟ لاعب ملعب العب لا مش عايز أفعال، عايز أسماء. لا مفيش تاني خلاص لعبة. صح ملعوب. ملعوب خطة ملعوبة ايوه كده ملعوب. هو ده ولاد علم الصرف، المشتقات. يعني ايه المشتقات؟ يعني يكون عندي فعل واجيب منه كلمات تانية. ده هو ده علم الصرف. طب هي كلمة ملعب أو لعبة أو ملعوب بعربها ازاي في النحو؟ بعربها على حسب موقعها في الجملة، زي ما تكون تطلع فاعل، تطلع مفعول، تطلع مش عارف ايه، بس ده اسمه صرف. اسمه ايه؟ صرف، صح اللي هو علم المشتقات. يا مروان فهمت يعني ايه صرف؟ ايوه إلسا فهمت يعني ايه صرف؟ ايوه يبقى كده لما اجي للشروط بتاعت علم البلاغة، قلت علم البلاغة هو العلم الخاص بحسن التعبير، يعني الإنسان يعرف يعبر كويس. طب الإنسان ده محتاج كام شرط من الشروط عشان يكون نقدر نقول عليه إنسان بليغ؟ لباقة، أدب، كويس، صوت محترم، فصيح، عنده كلمات كتير جدا من اللغة العربية، حسن بيان، بيعرف يتكلم زي ما مروان قال. الشرط اللي انا قلته المهم جدا، علم النحو والصرف، يعرف يخلي الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، يتكلم لغة عربية صحيحة يعني. تاني حاجة يكون عنده علم بعلم الصرف اللي هو علم المشتقات، زي ما انتم فهمتوا كده. الصفحة دي فيها مشكلة؟ لا نعم مروان؟ نعم تمام تمام. طيب انا من خلال الصفحة دي أقدر أتنقل لصفحة تانية وأقول تاني علم البلاغة. أنا لسه ما قلتش يعني إيه، أنا قلت شروطه وقلت كل حاجة، فهمتكم هو إيه، لكن أنا لحد دلوقتي ما قلتش يعني إيه علم بلاغة. علم البلاغة هو حسن التعبير. عندنا الشروط: لباقة، فصيح، حسن بيان، علم نحو وصرف. طيب في كام حاجة بحتاج اني اعرفها عشان خاطر اقول ان العلم ده علم بلاغة؟ علم البلاغة ده بينقسم لإيه يعني؟ قول لي يا مروان، تقدر يا مروان توصف لي قطة بحيث أكيد إن أنا قاعد فيها؟ مش فاهم.
مش فاهم يعني نوصفها ازاي. طب إلسا، نعم. تقدري توصفي لي المكان اللي انت فيه اكني انا قاعد فيه؟ طب استنى صف ذهني واقول لك تعبير، عشان اقول لك تعبير لبق. بس هو مش هيصفى دلوقتي. طيب ممكن انا اوصف لكم المكان اللي انا فيه؟ اوكي تمام. قدامي حيطة زي حيطان المستشفى، اعوذ بالله. ده اللي فهمتيه؟ هل مين فهم؟ طيب معنى كده ان الحيطة اللي قدامي دي لونها ايه؟ ابيض. ابيض. الله ينور عليكو. يبقى انا عشان اوصل لكم المعنى اضطريت استخدم تشبيه، صح كده؟ مظبوط. تمام. الأوضة اللي أنا فيها فيها ثلاجة، أو الأوضة اللي أنا فيها ثلاجة. يعني الأوضة ساقعة في قمة البرودة. برافو عليك. تمام. وعندي عندي ترابيزة شبه اللي بيحطوها في البرامج بتاعة التلفزيون. المكتب يعني. تمام، حلو قوي. وفي زرار كده، في عندي قمر منور الأوضة. اللمبة يعني. بالظبط كده. انتوا خدت بالكم يا اولاد من كل حاجة انا استخدمتها؟ طبعا انا استخدمت اساليب باللغه المصريه. المفروض بقى عشان اقول على اني انسان عندي علم بلاغه لازم يكون عندي علم اسمه علم البيان. ايه هو علم البيان؟ الطريقه اللي ببين بيها المعنى، ولا مستر ولا مفهوم؟ مستر مستر ولا حضرتك لازم تستخدم التعبيرات اللي كانوا بيعبروا بيها بتوع الجاهلية. مش شرط الجاهلية، بس أهم حاجة تكون اللغة صح، لغة أسلوبي كويس، عندي نحو صح، ده المهم. عندي علم بيان، الطريقة اللي ببين بيها. عندي علم بديع. يعني إيه بديع؟ بخلي الكلام فيه رايم سكيم أو ريذم أو وزن وقافية، بيخلي ودني مبسوطة من الكلام. انتوا في بعض الأحيان بتسمعوا أغاني بتحبوها وبتسمعوا أغاني تانية ما بتحبوهاش، طب ليه؟ ودننا مش قبلها. ودنك مش قابلاها. ممكن بقى تكون مش قابلة المزيكا، ممكن تكون مش قابلة الكلام، ممكن إن علم البديع اللي فيها مش كفاية لدرجة إنك تقتنعي بيه. تمام؟ تمام يا مروان، معايا انت كده؟ مع حضرتك يا مستر. خدوا بالكم انا جايب لكم الموضوع من اولى ثانوي، يعني اللي هو ايه، من تحت خالص. عندي بقى حاجة اسمها علم المعاني. ايه علم المعاني ده؟ اللي هو الاساليب اللي بستخدمها. طب تعال نمشي حاجة حاجة. عندي أولاً علم البيان. أنا عشان أبين حاجة محتاج، ممكن عندي 4 حاجات. واحد تشبيه، استعارة، مجاز، كناية. الحاجات دي يا أولاد هي الخاصة بعلم البديع، بعلم سوري، بعلم البيان، اللي هو أنا ببين لك معنى، بوضح لك معنى. فأنا عشان أوضح المعنى ده محتاج أشبه، محتاج أستعير صفة، محتاج أعمل مجاز مرسل. مجاز مرسل
او اعمل كنايه. انتوا عارفين يعني ايه تشبيه؟ مروان تعرف حاجه عن التشبيه؟ أيوة. ايه كم نوع تعرف عنه ايه؟ اديني هما مثال. أربع أنواع، تشبيه أربعة بليغ من وتشبيه خمسة. مجمل وتشبيه مفصل. إيه؟ طب إيه هما الأربعة؟ إيه هما الأربعة؟ اللي هو مش هو المشبه وأداة التشبيه، المشبه به وجه الشبه. أيوه، وأداة التشبيه صح كده. هو ده مكون من أربع حاجات، لكن هو أنواعه، تعرف هو أنواعه؟ تشبيه مجمل أنواعه ومفصل وبليغ. تمام، الرابع ما عرفش شكرا. جابها منين، يمكن تشبيه ضمني او حاجه زي كده. برافو عليك، شكرا يا إيدز. وفي التشبيه ده ليه تمثيل. انواع، في تشبيه بليغ يعني مثلا لما تقول للحد انت قمر، انت قمر، ميرسي. انت كده الله يخليك. يلا انت قمر، انا اسف لمؤاخذه يا مروان، نبعد انت يا مروان دلوقتي، انت قمر. تمام كده، انا عندي الركنين الاساسيين مشبه ومشبه به، فده اسمه تشبيه بليغ. تمام، عندي بعد كده انت زي القمر، انت زي القمر، كده عندي دي ثلاث قرط. اركان، فده اسمه تشبيه مجمل. طيب انت زي القمر في البياض، عندي كده الاربع حاجات، مشبه مشبه به، هذا التشبيه وجه شبه، ده اسمه تشبيه مفصل. وفي نوعين تانيين، في حاجة اسمها تشبيه تمثيلي، في حاجة اسمها تشبيه ضمني. التشبيه التمثيلي لما بيكون المشبه به صورة من الطبيعة، في آية في القرآن بتقول، بس طبعا فيما معناه، إن الإنسان لو عمل حاجات كويسة كتير أوي 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 في حياته بس ما عبدش ربنا حق عبادة، فالأعمال دي بتبقى عاملة زي ورق الشجر الناشف اللي ملوش لازمة تدروه الرياح. هو هنا شبه لي الأعمال الكتير الحلوة بورق الشجر اللي هو صورة من الطبيعة، فأصبح تشبيه تمثيلي، لأن المشبه به صورة من الطبيعة. في تشبيه تاني اسمه تشبيه ضمني. يعني إيه ضمني؟ يعني مفهوم من الكلام. الحرية غالية والعروسة الجميلة مهرها كبير، الحرية غالية والعروسة الجميلة مهرها كبير. هنا هو شبه لي حالتين مفهومين، ان هو بيحاول يشبه لي ان الحرية محتاجة ان انت تدفع عشانها كتير زي العروسة الحلوة اللي بتدفع عشانها كتير، ده اسمه تشبيه ضمني. تمام يا مروان؟ تمام. ولا اشرح علم البيان لوحده؟ يعني انتوا فاهمين الحاجات اللي انا بقولها دي يعني في اساس، ولا اشتغل علم بيان بس؟ لا احنا افتكرنا، انا افتكرت. تمام ايه رايك يا مروان؟ تمام كملت؟ تمام يعني اكمل؟ اي طيب وانا اللي كان بيقف معايا دايما، هتنقل الحاجة الثانية. اللي كان ايه يا دايما بيقف حبيبي؟ معايا دايما، اللي هو علم المعاني. ده اللي بيقف معاك يا راجل، هو ده، اقسم بالله والله العظيم، ولا يساوي ولا يساوي. طيب خلينا نمشي واحده واحده. الاستعاره، الاستعاره يعني ايه كلمه استعاره يا إيه؟ استعارة يعني شبه شيء بشيء. لا لا لا، ده التشبيه. يعني ايه أنا آسف، استعاره يا مروان؟ يعني حاجة خيالية. لا مش لازم. الاستعارة يعني سلف، عارفين السلف؟ ايه كفلوس يعني؟ لا مش سلف ماشي، كده. ليه؟ سلف، بس بدل ما بستلف فلوس يا مروان بستلف صفات. مش انت بتروح المكتبة تستعير كتاب؟ عمري بس ماشي. فانت كده بتستلف الكتاب أي صح؟ إنما الاستعارة في اللغة العربية
هي عبارة عن استلاف للصفات، استلاف للصفات. يعني إيه؟ لما أجي أقول لك مثلا في نوعين من الاستعارة، حاجة اسمها استعارة مكنية وحاجة اسمها استعارة تصريحية. تصريحية. الاستعارة هي تشبيه فقد أحد أركانه. طب إيه هما الأركان بتاعة التشبيه؟ مشبه ومشبه به. طيب الاستعارة بيبقى فيها واحد من الاثنين موجودين. طب لما يجي يقول لي مثلا لا الوضع كده مش نافع، أنا كده حاسس إن أنا بقول كلام في الهواء الطلق ومش هيثبت. طيب هنبدأ بس بالاستعارة عشان اتكلمنا فيها. الاستعارة عندي نوعين منها، مكنية تصريحية. ايه هي بقى الاستعارة اصلا عشان خاطر ابقى واضح؟ الاستعارة هي تشبيه فقد احد اركانه. الاستعارة هي تشبيه فقد احد اركانه. يعني التشبيه عبارة عن ايه؟ مشبه ومشبه به. لو فقد واحد منهم يبقى ده اسمها استعارة مش تشبيه. طيب اديني مثال على الاستعارة المكنية. نطق الجبل من الصبر. روان نعم، اشرح لي الجملة دي. هو نطق الجبل من الصبر، هو قصده انه نطق الإنسان، لأن دي استعارة مكنية ليه شبه مكنية؟ الإنسان بالجبل. لا غلط، انت كده شقلبت الموضوع. فين المشبه؟ هو نطق الجبل. الجبل. الجبل فين المشبه به؟ الإنسان، صح؟ هل هنا الجبل استعار صفة من صفات الإنسان يا مروان؟ لا لا ليه؟ هو الجبل بينطق؟ لا أبدا، لا لا ما بينطقش. الجبل بينطق؟ لا، فاستلف الصفة دي من مين؟ الإنسان من الإنسان. فهي دي الاستعارة، هو هنا الجبل استعار الصفة من مين؟ من الإنسان. فهمتوا اللعبة؟ ها؟ اللغة العربية دي طب مجالها هنا واسع مين أوي. اللي، نعم؟ اللغة العربية دي مجالها واسع أوي يعني. جدا. هنا بقى مين اللي موجود؟ المشبه، يبقى دي استعارة مكنية. اللي مش موجود المشبه به، خلاص يبقى دي استعارة مكنية. طب لو العكس هتبقى تصريحية، هات جملة. حاضر، جيب جملة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فين هنا؟ ادي نفس الحته دي. فين هنا المشبه وفين هنا المشبه به؟ حد يقدر يقول لي؟
هي الفركة في الحبل، حبل الله. ايه رايك يا مروان؟ صح، هو المشبه به هو الحبل، والمشبه هو المحرك كتب تأذين دون ربنا هدايا. جاب مين؟ جاب المشبه ولا المشبه به يا مروان؟ مشبه لا، به. جاب المشبه به. يبقى دي استعارة تصريحية. فهمتوا اللعبة؟ فهمنا. معايا بيتزا؟ لا فهمتي؟ ايوه. طيب نروح بقى الحاجة الثالثة، اسمها المجاز المرسل. والمجاز المرسل ده البنات بتفهمه أكتر من الصبيان، مؤاخذة يا مروان، ليك وليا يعني، مش أنت بس يعني، أنا كمان مش بفهم زي البنات حاجات يعني. كل البنات بقى تحس إن إيه ساركاستيك بقى، كل الحاجات عندها إيه، بيفهموا معاني إحنا ما بنفهمهاش أصلا، أو ما بنشوفهاش، أو ما بناخدش بالنا منها. تمام، بس احنا برضو لا، احنا فاهمين شوية يعني، مش فاهمين خالص. تمام، ايوه يعني لا، فاهمين كتير برضو، احنا مش قليلين على فكرة. ايوه عاش تمام، رجال. انا عايش. انت بتشجع الرجالة ايه؟ جدا. عايش، برافو عليك. ايه بقى حكاية المجاز المرسل ده؟ دلوقتي كل الناس بتستخدمه، مش البنات والصبيان بس. قول لي يا مروان، في لغة بينك وبين أصحابك محدش يفهمها غيركم؟ ده أكيد. اديني كلمة واحدة بس من الكلمات اللي لو اتقالت قدامنا محدش يفهمها غير أنت وأصحابك، كلمة واحدة. هي مش كلمة، هي بتبقى بالنظرات. أنت فاهم اللي فيها مثلا؟ ما دي كلمة شائعة بتتقال. لا بس دي أي حد ممكن يفهمها، أنا بتكلم على رسالة معينة أنت عايز تبعتها لواحد من أصحابك عن طريق كلمة الكل يسمعها بس ما حدش يفهمها غيره. ما هو مش كده، احنا يعني انا واصحابي ما بنتكلمش، احنا بالنظرات بس، لما بنبص لبعض بيفهم انا عايز اقول ايه. طيب إيه رأيك أنت يا إز؟ عندك ده انا ما حاجة عنديش زي كده؟ ثقافة، ما اعرفش يعني، انا بسمع طب مش وبحفظ لازم ده بس. اصحابك يعني، مش لازم اصحابك، ممكن عيلتك عادي يعني، ما فيش حاجه. مالها عيلتي؟ مفيش لغة سرية. ماشي، طيب هي المجاز المرسل لما اجي اقول لك ايه، البت دي دمها سم. ده السم اتعمل عشانها. هل الجمله دي حقيقيه؟ لا يعني الدم بتاعها ده لو حد شرب ويموت؟ لا لا، امال دي معناها ايه؟ ان ده ما تقيل او ما فيهاش ريحة القبول او هكذا. ليه ما عندهاش خف، مش دمها مش خفيف، ده كده مجاز مرسل. مجاز ايه؟ مرسل. مجاز يعني جملة صغيرة، مرسل بيرسل رسالة، ده معنى مجاز مرسل. قول لي يا مروان، لما اقول لك الواد ده ايده مرسبة، ايديه تقيلة. هل هو، ايوه، هل هو فعلا ايده عباره عن مرزبه اللي هي هامر يعني، لا، ولا هو قوي؟ هو قوي. بس كده، فانا كده اختصرت لك الراجل ده كله في ايده، وارسلت بيها رساله لواحد صاحبي عشان يبعد عنه، هو ده المجاز المرسل. وصلت يا وانا رجاله؟ ايوه يا مستر. وصلت يا مصر. يا مروان، وصلت مروان وصلت يا مصر. متفقين، بس متفقين. الكناية، الكناية هي ملطشة البلاغة. يعني ايه ملطشة البلاغة؟ اي حاجة تنفع كناية، اي حاجة تنفع كناية. يعني لما زي اقول الموضوع في نطق الفترات.
جبل دي كناية عن شدة الصبر أو كثرة الصبر. واعتصموا مثلا بحبل الله جميعا كناية عن الوحدة أو المشاركة. أي حاجة كناية، ده اسمه من علم البيان إني ببين المعنى. اتفقنا يا مروان؟ اتفقنا يا مستر، اتفقنا يا إلزا؟ اتفق. هنعمل سكيب لعلم المعاني عشان مروان عايز علم هنعمل سكيب لعلم البديع عشان مروان عايز علم المعاني. وعلم المعاني ده هيفرق معاك كتير قوي يا مروان. ليه؟ لأنه معتمد على النظرات مش على الكلام اللي مكتوب. فأنت بما إنك أنت وأصحابك بالنظرات بتفهموا بعض يبقى هتفهم البتاع ده كويس. قول لي يا مروان، هو انت لو بصيت لواحد من اصحابك بقرف، هل معنى كده انك قرفان منه؟ ولا في لا حاجة حصلت خليتك ايه؟ دي بتبقى القعدة كلها أصلا، فبنقوم ونمشي. مش فاهم بصراحة. يعني هي البصة دي من صحابي بنبقى مش طايقين اللي قاعدين معانا فبنسيبهم ونمشي. الله ينور عليك. طب لو عليت صوتك شوية معناها ايه؟ عايز أقول له افهم يا حمار. حلوة دي. يبقى اذا عشان خاطر توصل معنى فانت محتاج تستخدم اسلوب معين، صح كده؟ صح. فانت عندك في علم المعاني اللي هو علم الاساليب عندك اسلوب إنشائي، ده نوع، وأسلوب خبري. طيب الأسلوب الخبري ده اللي أنت بتستخدمه مع أصحابك بشكل مباشر، ده الأسلوب الخبري اللي هو بتقول له أنا زعلان منك، أنا متضايق منك، أنت شكلك وحش، انت طريقتك وحشه، انت اسلوبك مش عارف ايه. اذا الاسلوب الخبري هو تقرير معلومه وكانك بتقول معلومه. اتفقنا يا مروان؟ اتفقنا يا مصطفى. تمام، معلومه اسمها معلومه. طيب الاسلوب الانشائي ده بقى هو اللي فيه اللعب كله، الكلام كله بالاسلوب الانشائي، مع ان الاسلوب الخبري برضو صعب مش سهل، بس هنتكلم فيه بعدين. هناخد بس على الاقل لو قدرنا نخلص الاسلوب الانشائي النهارده نبقى ابطال. اسلوب الانشائي يعني ايه انشاء؟ يعني انا بنشئ جمله معينه عشان ليا بيها غرض. الاسلوب الانشائي له غرض. ايه يا عم له غرض، لازم يكون في غرض من الكلام. هو انا لما بقول لك اكتب الواجب غرضي من ده ايه يا انس؟ ان انا اتفوق أو ذاكر. تمام، او ذاكر. تمام، لما اقول لك يا مروان ما تقربش من الناس دي، يعني إن الناس دي علاقتها وحشة و يعني لو استمريت معاهم نصيحة لوجه الله يبقى يعني. في نصيحة، يبقى غرضي النصيحة، صح كده؟ فإذا أنا لما قلت لإلسا اكتبي فده معنى كده إن ليا غرض، ليا هدف. ففي حاجة اسمها طلبي، أسلوب إنشائي طلبي. يعني إيه طلبي؟ يعني ليه غرض، ليه هدف. الكلام اللي انا بقوله ليه هدف. وفي اسلوب انشائي تاني غير طلبي، اي ملوش غرض.
ليس له قلب. مش فاهم حاجة، إيه ده؟ أنا ما فهمش أي حاجة، بس كل اللي بقوله لك إن عشان تعمل أسلوب مخصوص يا إما يكون ليه غرض يا إما ما يكونش ليه غرض. طب اللي ليه غرض ده بيكون إيه؟ اسمه طلبي، يعني طلب، بطلب منك طلب سواء بالأمر أو بالنهي أو بالاستفهام. طيب الغير طلبي ده بيكون أسلوب عادي بس ما بيكونش ليه غرض. طب زي إيه؟ عشان خاطر برضه ما توتكوش مني، ما تروحوش مني بعيد، لأن أنا حاسس إن أنتوا دماغكم ابتدت إيه؟ تهنج. الطلبي الفعل الأمر ده طلب، النهي ده طلب، التمني ده طلب لغرض، الاستفهام ده سؤال عشان ليه غرض، النداء بنده عليك عشان غرض. دول اسمهم يا ولاد ايه؟ أسلوب الطلبي، إنشاء طلبي. الاسلوب الانشائي الطلبي. يعني ايه طلبي؟ يعني ليا غرض، يبقى عندي امر والنهي والتمني والاستفهام والنداء. اتفقنا اتفقنا. ولا هنكتب؟ لا الحمد لله لسه سلام. مروان، لسه مروان نال لا لا، مع حضرتك شغال. طيب شغال. ماشي. طيب الاسلوب الانشائي الغير طلبي، يعني اللي ما فيش منه غرض، في منه توصيل معنى بس، اللي هو اسلوب التعجب مثلا، ملوش غرض، هو بس بيبين لك معنى لكن ملوش غرض. القسم هو ما فيش منه غرض بس ليه معنى، اللي هو بيأكد لك على حاجة. المدح والذم، يعني بقول لك ده حلو وده وحش لكن ما فيش غرض من الكلام، انا ببين لك بس معنى. تمام. الرجاء اللي هو برجوك انك تعمل حاجة. التوجع يعني بعرفك ان انا زعلان او تعبان. في حاجة تانية اسمها صيغ العقود. أنا بقول كلام كبير النهاردة يا ولاد، ما احنا والله بنحب بس نسمع الكلام ده كده. عدى عليك، الكلام ده عدى عليك قبل كده ولا لأ؟ والكلام ده كله بس كلمة صيغ العقوق دي يعني. ماشي، يعني الباقي ده كله عدى. أيوة عدى عليا. طيب يا مسهل الحال يا ربي، طيب دي إشارة كويسة جدا. تمام. فعندك بالنسبة، طيب قولوا لي الأول عشان ما توهش منكم بس أو ما توهوش مني، إيه يا إلسا معنى الأسلوب الخبث؟ يعني يعني الأسلوب الخبثي ده الغرض منه إيه؟ الغرض منه إيه؟ الغرض من الأسلوب الخبثي اللي هو الأحمر اللي على الجنب ده. اسلوب معلومة المعلومة طيب قول لي انت يا مروان. يحتمل فيه الصدق والكذب. معلومة، الله ينور عليك. تمام. ها؟ ايوه ماشي اوكي. او الحقيقة او الخيال. تمام؟ ده الاسلوب الخبري، خلاص خلصنا منه كده. الاسلوب الانشائي، يعني ايه انشائي؟ يعني بعمل جملة مخصوص عشان اوصل غرض معين او اوصل معنى معين. فالاسلوب الانشائي حاجه انا بعملها مخصوص عشان يا اما اوصل غرض يا اما اعرف معنى. فاللي ليه غرض اسمه طلبي. اسمه ايه؟ طلبي. طلبي. طلبي ده زي الامر والنهي والتمني والاستفهام والنداء، دول اسمهم طلبي بس كلهم انشائي. طب اللي ملوش غرض زي اسلوب التعجب، القسم، المدح والذم، الرجاء، التوجع، صيغ العقود. طيب عايز مثال على كل حاجة،
مروان اديني اسلوب انشائي طلبي امر. هو زي اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق، صح. عندك في سورة نوح واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. هاي الواو. إلسا عايز واحدة نهر. لا تمشي في الأرض سورة نوح. مرحا، إيه؟ لا تمشي في الأرض مرحا مرحا. برافو عليك، صح، ماشي، أوكي. أنا بس كنت عايز أكمل الآية بتاعت سيدنا نوح. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، لنفس السورة واصنع الفلك، اللي هي سورة قصة سيدنا نوح لما عمل السفينة. واصنع طيب الفلك بأعيننا ووحينا، ده أسلوب أمر. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، تمام، تمام إنهم مغرقون، يبقى ده أمر ونهي، تمام. طيب التمني إزاي بنتمنى يا ولاد؟ زي يعني في آية، هو أنا بقرأ الدرس وحليت، أنا حليت عليه. في آية عدت عليك كانت بتقول يا ليت لنا مثل ما أوتي ايوه قارون. حلوه. وهي كلمه اللعبه كلها في كلمه ايه؟ يا ليت ليت. او ليت او يا ليت او الا. الا لهذا اليوم، الا لهذا الظلم من نهايه مثلا. ده تمني. طيب الاستفهام، هاتي لي حاجة عن الاستفهام يا سهلة دي. ايه برضو أي حاجة يا ماما. والله ما اعرف. استفهام، كأن تؤفكون، دي استفهام يا يعني مستر. إيه؟ ليه في آية برضو تقول سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طب هو ده استفهام؟ ليه أنذرتهم الآية؟ مستر مستر، أأنذرتهم أم لم تنذرهم؟ نعم. كان في آية في سورة المعون بتقول أرأيت الذي يكذب بالدين، دي تمشي باستفهام؟ ما زال أهو. تمام، صح، برافو عليك. بس أرأيت. احنا مش جاهلين قوي كده. ماشي، والله أنا ما قلتش حاجة، والله بالعكس، ده أنا معجب بيكم جدا. يكذب الحمد لله. بالدين، رأيت الذي يكذب بالدين، ده استفهام. طيب نداء، انده بقى يا معلم، انده يا مروان. ما هي يا بني، ما فيش غيرها. قال رب اجعل لي آية. هو عايز يجيب لي ايه؟ شاطر. طب اقول انا، مستر اتفضل. اقول يا مروان، انا قلت يا مستر، انا ما سمعتش حاجه والله. سمعت حاجه لسه؟ هو قال آية بس أنا مش عارفة أجمعها. بقول ممكن الآية تاني لو سمحت؟ قال ربي اجعل لي آية. دي مش نداء، دي طلب. صح، لا لا، نداء نداء. اه قال ربي، كلمة ربي دي نداء. اه تمام. لا، دي نداء، ونداء جميل كمان، تمام. لأن كلمة ربي هنا المفروض أقول يا ربي، بس هنا قال ربي حذف أداة النداء تدل على القرب. هي اجعل لي آية يا مروان،
ايوه اجعل لي ايه. اجعل لي ايه. قال ربي اجعل لي ايه. ثانية واحدة بس. طيب يبقى قولي لي كده يا إلسا مثال على فعل الأمر. مثال على فعل الأمر، أقول نفس المثال ولا مثال غيره؟ أي حاجة تعجبك يا إلسا. ما طيب خلاص خلينا نسيبه. في الأمثلة دي. أوكي، خلينا في الأمثلة دي. ماشي. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. طب اسلوب نهي، لا تخاطبني في الذين ظلموا، نفس الآية. التمني، ليت يا ليت، ألا لهذا الضر من نهاية. الاستفهام، أرأيت الذي يكذب بالدين. النداء، قال ربي اجعل لي آية. يبقى ده كده اسمه الطلبي. اسمه الايه يا اولاد؟ الطلبي الطلبي. اما الغير طلبي ده اسلوب التعجب، ما اجمل الحديقه، القسم والله لاكتبن الواجب، المدح والذم حبذا العلم، الرجاء لعل الحق يظهر، التوجع اه من الظلم. صيغ العقود دي اللي هي الاعداد يا اولاد، اللي هو 100 سنه، قرن، حاجه زي كده، اللي هو تعبير عن ارقام أعداد السنين. اتفقنا؟ اتفقنا. روان؟ اتفقنا. اتفق. يلا. دلوقتي عندي بقى إيه؟ إيه هو علم البلاغة يا مروان؟ هو علم حسن التعبير. تمام. قولي لي يا إنسان، إيه الشروط اللي محتاجها الإنسان عشان يطلق عليه إنسان بليغ؟ اللباقة والفصاحة وعلم البيان وعلم النحو والتصرف. طيب التصرف، ايه التصرف دي؟ العلم اسمه الصرف، علم علم الصرف. الصرف يعني ايه علم الصرف يا مروان؟ يعني المشتقات. هات لي فعل تاني غير ده وطلع لي المشتقات بتاعك. ممكن انا اقول يذاكر. طيب يذاكر ده الفعل، فين بقية الكلام؟ فين بقى المشتقات بقى؟ مثلا يعني يذاكر ده الفعل، ماشي، طلع لي بقى منه المشتقات. قولي يا إدزة كده. يكره، كره، مكروه، كاره، كاره، صحيح، مكرهة، مكره. مكروه. ما انا قلت مكروه، قلت مكروه وكره. ماشي تمام. انت يا مروان انا مش عارف، انا قلت يا ذكر ومش عارف اطلع منها حاجة. مذاكرة، ليه يا حبيبي؟ مذاكرة، مذكرة، مذاكر، مذاكر، انا كل قلت الحاجات دي مذاكرة. تطلع منها حاجة. طيب ادي ده بالنسبة لعلم البلاغة. بعد كده اتكلمنا في علم البلاغه انه بينقسم لاكثر من علم. اول حاجه فيهم علم البيان. قلنا ان علم البيان ده عشان ابين حاجه، يا اما اشبه، يا اما بستعير، يا اما بعمل مجاز مرسل، يا اما بعمل كنايه. طيب التشبيه قلنا فيه كام نوع يا إلسا؟ مين؟ كام نوع في التشبيه؟ تشبيه مفصل ومجمل وتشبيه تمثيلي وتشبيه بليغ وتشبيه ضمني. كم واحد دول؟ مجمل، مفصل، تمثيلي، تمثيلي، ضمني. 5. تمام. موافق يا مروان؟ موافق. تمام. قول لي يا مروان، الاستعارة فيها كام نوع؟ اثنين، مكنية وتصريحية. طيب هي ايه هي الاستعارة اصلا؟
الستارة هي تشبيه فقط أحد أركانه. برافو عليك، يعني هو المفروض في الأساس كان تشبيه بس فقد ركن من الركنين. إلسا اشرحي لي معلش الاستعارة في جملة نطق الجبل من الصبر. الاستعارة مكنية، شبه إيه؟ شبه جبل بإنسان ينطق من الصبر. يلا بس دي استعارة مكنية. سر جمالها التشخيص عشان المشبه به إنسان. مروان اشرح لي الجملة بتاعت واعتصموا بحبل الله جميعا. هنا المشبه به هو الحبل، والمشبه دين الله اللي يعتصم. تمام، يبقى طالما المشبه به هو اللي موجود يبقى دي استعارة نوعها ايه؟ تسريحية. تمام. بعد كده اتنقلنا للمجاز المرسل، المجاز المرسل ده اللي هو جملة صغيرة بترسل بيها رسالة، ودينا عليها أمثلة كتير، دمها سم، إيده مرزبة، الكلام ده كله. الكناية هي التعبير الجميل اللي بيدل على، وأي شيء يعتبر كناية. نطق الجبل من الصبر، ده يعتبر كناية برضه. تمام، بس كناية عن صفة الصبر. واعتصموا بحبل الله جميعا، كناية عن الوحدة والاتحاد، كناية عن صفة. طيب لأن بعد كده حاجة اسمها علم المعاني، اللي هو المعنى اللي أنا عايز أوصله. عشان أوصل معنى محتاج أسلوب. عندي نوعين من الأساليب، يا إما أسلوب خبري اللي هو عبارة عن معلومة قد تكون حقيقية أو خيالية. عندي نوع تاني اسمه أسلوب إنشائي، أسلوب إنشائي منه طلبي يعني له غرض، أو غير طلبي ليس له غرض إنما يوصل معنى. الطلبي زي الأمر والنهي والتمني والاستفهام والنداء، وكل الأساليب دي بتيجي تقول أسلوب أمر غرضه كذا، أسلوب نهي غرضه كذا، أسلوب تمني غرضه كذا، أسلوب استفهام غرضه كذا، أسلوب النداء غرضه كذا. فهتحس دايما إن في الجملة دي بتقول دايما غرضه كذا. أما في أسلوب التعجب والقسم والمدح والذم والرجاء والتوجه وصيغ العقود ليس له غرض، ليس له ايه؟ غرض غرض. الكلام اللي قلته النهارده ده كتير ولا انتوا فهمتوه؟ احنا فاهمينه. فهمته. مروان، مروان ايوه يا مستر. الموضوع وضح في عينيك كده شايفه؟ ايوه يعني باين الموضوع كده عندك، علم البلاغة هو ايه وعلم المعاني ده ايه والكلام ده كله. هل علم المعاني صعب يا مروان؟ لا تمام تمام. طب تمام انت يا في مشكلة لا عندك في اي تمام نوع من انواع العلوم بتاعت البلاغة؟ لا طيب الحمد لله. طيب انا مطلوب من حضراتكم الواجب حفظ دي، ده الواجب، الواجب استنوا حفظ 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 انا ما حد حفظ، انا قلت ما حد حفظ. اه فين ده؟ طب حضرتك رجعت معانا الدرس اللي هو بتاع والله ما حدش مش عايز ياخد بيانات طبعا، والدرس ده، ماليش وجبته دعوه لنا من باب المراجعة وسمعنا مع حضرتك، ومحدش فينا والله خد انا السبعة في الشكر. طب او انا حد فيكم حفظ وجاء قال لي انا حفظت وانتوا ظنانين احفظوا تعالى قول لي انا حفظت ماشي تاخد 17 شهر. يعني ماشي الواجب عايز دي. اتفقنا؟ اتفقنا اتفقنا يا مروان؟ اتفقنا. يلا باي باي. باي باي.